السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله. دعواتك أولا. الله يوفقنا وإياك. اللهم آمين. زكاة رأس المال، زكاة رأس المال. أيوه. كيف تحسب؟ زكاة رأس المال؟ آه. ما في زكاة رأس المال. يعني بضاعة في المحل، بضاعة في المحل. طيب البضاعة تحسب، لكن الأصول الثابتة لا تحسب. البضاعة تحسب، كم في المئة طبعا يا فندم؟ قيمة الزكاة 2.5%. جزاك الله كل خير يا شيخنا. يعني ربنا ساب لك 97.5 و2.5 للفقراء ترجع إليك في آخرتك. الله يبارك.